تفضل يا أستاذ، تفضل. سعيد في اللقاء بالمناسبة لاختتام الدورة السادسة للأسبوع الثقافي بمعنى الموسيقي بالعلائش بتمثيل فرقة مجموعة ميزينوكس، كذلك أطر تربوية بمعنى الموسيقي بالعلائش لتنظيم حفل اختتام ومشاركة فيه بفرقة عازفين مرموقين على المستوى المحلي الذي قدموا أتحف الأمسية بعدة معزوفات ومقطوعات موسيقية تخص العالم الفني من ريبرتوارات الموسيقى الكلاسيكية من التراث المغربي وكذلك من الموسيقى الراقية المتحضرة. شي ممكن نقول على المشاركة ديال العريش في مهرجان الموازين، يعني الموسيقى الكلاسيكية الحقيقة هذه نبينة جديدة تتحف المدينة وتعطيها أثر فني جميل، عزف كذلك على مستوى وإدماج موسيقى كلاسيكية بالمدينة هو حقيقة إطار وإعطاء الموسيقى نورة نقلها على المستوى الأدائي والفني واللوحي. نعم، على مستوى الاختيار الفني هل تعتبر هذه التجربة يعني هي روافد لمهرجان الموازين لاهتمام بعض الأنماط الموسيقية والفنية التي لا تأخذ يعني مساحة في المهرجان؟ الحقيقة كتبقى هذه هناك تجربة هي أولية وتجربة أساسية لتطعيم الجانب الفني لمدينة العرائش وكذلك لتكميل الجانب التربوي والأكاديمي للممارسة الفنية بالجهة. نعم، وعلى مستوى يعني مساهمتك في التدريس يعني في المعهد، يمكن تكون على المجال اللي كتشتغل فيه. المجال الذي نتخصص فيه هو مجال ديال التربيه التعليميه الاكاديميه، يخص التكوين الموسيقي والات البيانو لمستويات السيكل الثاني ومستوى السيكل الثالث لتطعيم التجربه كذلك الاكاديميه على مستوى الجهه واثمار التجربه بفعاليات جديده واطر جديده يغطون بدورهم المستقبل الفني بالمدينه.